الثالثة بتوقيت القدس الشريف. الظهيرة من الميادين وفيها الجيش العراقي يطلب من أهالي الفلوجة مغادرتها والابتعاد عن مقار داعش تمهيدا لتحريرها من التنظيم. البنتاغون يؤكد زيارة مسؤول عسكري أمريكي كبير لشمال سوريا، وآليات عسكرية تركية تتوغل في إنصيبين. أفغانستان تؤكد مقتل زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور بغارة أمريكية. حزب العدالة والتنمية التركي يعقد مؤتمره الاستثنائي الثاني، والمرشح لرئاسته يدعو إلى إقرار النظام الرئاسي. والصين تقيم سورها المائية العظيم في منطقة آسيا والمحيط الهادي بهدف تقويض حركة الأسطول الأمريكي. مرحبا بكم. نبدأ الظهيرة من العراق، حيث طلبت القوات العراقية من أهالي الفلوجة مغادرتها تمهيدا لبداية تحريرها من تنظيم داعش في عملية أطلق عليها اسم كسر الإرهاب. الجيش العراقي أشار إلى أن عملية تحرير الفلوجة سيشارك فيها الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والأفواج الخاصة وطوارئ شرطة الأنبار والحشد العشائري. أما الحشد الشعبي والفصائل فسيشاركان بمعارك جزيرة الخليجية والخالدية عذرا وأطراف الفلوجة. للمزيد معنا من العاصمة العراقية بغداد مراسل الميادين عبد الله بدران. عبد الله، نبدأ من خصوصية هذه الاستعدادات لمعركة الفلوجة، خصوصية الاسم، ما طبيعة هذه الاستعدادات وحجمها؟ نعم رامية، بالنسبة لاستعداداتي على قدم الوساق لكل الصنوف العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ستشترك في هذه العملية قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الإسناد الصاروخي للحشد للشرطة الاتحادية. بالنسبة للجيش العراقي سيكون مشاركا متمثلا بقيادة عمليات بغداد التي ستطلع بحسب معلومات الميادين بدور رئيس ما بين غرب العاصمة العراقية بغداد وامتدادات القواطع العسكرية التي تشترك فيها القيادة مع الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية التي تصل حتى جنوب وجنوب شرق الفلوجة. بالنسبة للاستعدادات لهذه العملية لاعتبارات عدة، منها أن الفلوجة تقع تحت سيطرة داعش عسكريا منذ ما قبل حزيران 2014 دخلها التنظيم وأعلنها إحدى ولاياته وهو يسيطر على تلك المنطقة، ومنها هدد أمن العاصمة العراقية بغداد في أبو غريب والزيدان والنصر والسلام، شن هجمات عدة تمثل الفلوجة رمزية عسكرية للتنظيم وكذلك للفكر التكفيري لداعش. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للعمليات والاستعدادات لهذه العمليات بحسب معلومات الميادين، كل القوات العراقية المشاركة فيها ستكون تحت أمرة قائد عملية صلاح الدين سابقا والذي أوكلت له مهمة قيادة عمليات الفلوجة وتحريرها عبد الوهاب الساعدي، قوات الحشد الشعبي، فصائل المقاومة العراقية، القوات العراقية المساندة للصنوف العسكرية ستكون بمهمة إسناد وقطع واستنزاف لداعش عند أطراف وضواحي الفلوجة. نتحدث عن الصقلاوية، عن القرمة، عن امتدادات الهياكل وكذلك النعامية وسدة النعامية. بالنسبة لقوات الجيش العراقي حتى هذه اللحظة لم يتحدد ساعة الصفر لانطلاق عملية الدخول الفلوجة واقتحامها، لكن ما علمته الميادين أنها عملية من مرحلتين، الأولى هي عملية عزل لداعش في محاور شمال الفلوجة وغربها عند أطراف العاصمة العراقية بغداد، هناك أسناد وغطاء جوي من قبل سلاح طيران الجيش والقوة الجوية العراقية وكذلك هناك مشاركة من قبل قوات التحالف في هذه العملية. بالنسبة للمرحلة الثانية هي عملية دخول المدينة، طبعا استبقت العمليات المشتركة ذلك بإلقاء منشورات طلبت فيه المدنيين وحددت لهم يعني عناوين اتصال، كذلك أرقام هواتف مجانية للاتصال. هناك من طلب من المدنيين تحديد، طبعا أعلم مدني الفلوجة أيضا بقنوات الحركة الإنسانية والخروج من الفلوجة، مضافا لكل هذا من يتعذر عليه من المدنيين الانسحاب طلب منه أن يرفع راية بيضاء. الفلوجة لديها كما ذكرنا رامية رمزية خاصة عسكرية وتنظيرية لدى داعش، وبالتالي هناك استعدادات على قدم الوساق ولذلك طيب أطلق على عبد الله عملية اسم كسر الإرهاب. عبد الله، وطالما أطلق عليها عملية كسر الإرهاب، تنظيم داعش كيف يستعد لمثل هكذا معركة طالما لدى هذه المنطقة أو المدينة الفلوجة خصوصية بالنسبة إليه؟
نعم رامية، ربما هي احدى الاسباب التي جعلت الناطق باسم داعش ابو محمد العدناني يتحدث يوم امس برساله صوتيه عن الاستعدادات العسكريه التي يعني تستهدف فيها المناطق التي يحتلها التنظيم ومنها الفلوجه. بحسب المعلومات الاستخباريه فان داعش في حي نزال ربما سحب مسلحيه، التقديرات العسكريه تشير لوجود اكثر من 3000 مسلح داخل الفلوجه، اغلب هؤلاء هم من الاجانب، قله قليله جدا من العراقيين منهم لديهم رتبة عسكرية في التنظيم عالية، أي صلاحيات إدارة العمليات العسكرية وما إلى ذلك. هناك جدار من التلغيم يحيط الفلوجة وخصوصا في أطرافها الشمالية من الصقلاوية والقرمة ووصولا حتى أطراف العاصمة العراقية بغداد، لذلك هناك استعدادات دفاعية لدى التنظيم وفق التقديرات الاستخبارية العراقية، وعلى هذا الأساس سيتم الاعتماد بشكل رئيس على غطاء الجو وعلى الاستاد الصاروخي للشرطة الاتحادية ولفصائل المقاومة العراقية في استهداف أي تحركات لداعش وتعبيد الطريق أمام القوات التي ستكون رأس الحربة في دخول المدينة وتحريرها. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة العراقية. دان الرئيس الأمريكي باراك أوباما التفجيرات الأخيرة التي ضربت العراق، وأكد أن بلاده ستزيد الدعم لمواجهة التحديات. موقف أوباما جاء في اتصال هاتفي أجراه برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. الأخير أكد أن القوات العراقية تعمل على تحرير الفلوجة وأن العراق ماض في الإصلاحات الشاملة رغم التحديات التي يواجهها. إلى الشأن السوري، حيث قام قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بزيارة قصيرة إلى مناطق خارجة عن سيطرة الدولة شمال سوريا وفق ما أعلن البنتاغون. ونشرت مواقع كردية أن لقاء جرى قبل يومين جمع رئيس الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم بممثل تحالف واشنطن في ريف عين العرب. أتم الاتفاق على عملية عسكرية نحو رقة بمشاركة 12 ألف مقاتل. هذا واستعادت وحدات حماية الشعب قرية الهيشة التي تبعد نحو 45 كيلومترا شمال شرق الرقة. إلى ذلك توغل عدد من العسكريين الأتراك وجرافات ومدرعتان وشاحنات عسكرية داخل الأراضي السورية في منطقة صيبين شمال سوريا. المقاتلون الكرد الموجودون في المنطقة صوروا فيديو أثناء دخول الأتراك الأراضي السورية ورصدوا كيف يقوم العسكريون الأتراك ببناء التحصينات. أشار بيان للكرد إلى أنه فور وصول الجنود الأتراك إلى الأراضي السورية بدأت الجرافة التركية بالحفر في المنطقة بين صيبين والقامشلي. طلب المسؤول في جيش الفتح عبد الله المحسني المجموعات المسلحة في حي الوعر في حمص بفتح الجبهات مجددا وبإنشاء غرفة عمليات داخل الحي لشن هجمات على نقاط الجيش السوري عند خطوط التماس في محيط الحي، مشددا على استخدام من وصفهم بالانغماسيين والانتحاريين. وفي حلب قال المرصد السوري المعارض أن غارات عنيفة تستهدف طريق الكاستيلو المؤدية إلى حلب والواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة في ضربات جوية وصفتها مواقع المسلحين بالأعنف منذ فبراير شباط الماضي. للمزيد حول التطورات الميدانية في سوريا ينضم إلينا من العاصمة السورية مراسل الميادين محمد الخضر. محمد، نبدأ من هذا اللقاء الذي جمع صالح مسلم بقائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، هل لدينا معلومات عما نتج عن هذا اللقاء وهل من تعاطي رسمي؟ في الواقع رامية لا يوجد تعاطي رسمي حتى اللحظة على أقله، لكن في المعلومات أن هذا الاجتماع جرى في منطقة عين العرب كوباني في ريف حلب الشمالي. الاجتماع على ما يبدو هو يأتي في إطار التحضيرات، يعني هناك تحضيرات باتت واضحة على الأرض وفي التصريحات الإعلامية بدعم أمريكي لقوات سوريا الديمقراطية من أجل عملية عسكرية في مواجهة تنظيم داعش. اليوم كان هناك تصريح للناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية
العقيد سلو تحدث فيه عن أن الهدف ليس محدد تماما بالمعنى الجغرافي، هل هو سوف يستهدف داعش في ريف حلب الشرقي أم في دير الزور أو حتى في الرقة، مع وجود إشارات ميدانية على أن هناك بالفعل بدأت مناوشات وعملية عسكرية سيطرت خلالها قوات سوريا الديمقراطية على قرية الهشة الواقعة في الريف الشمالي من محافظة الرقة. أيضا هناك على ما يبدو هناك تحشدات كبيرة لقوات سوريا الديمقراطية المكونة من وحدات حماية الشعب ومن قوات بركان الفرات ومن قوات عربية وجيش العشائر وكل هذه المكونات باتجاه منطقة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي. كل هذه التحضيرات تشي بشكل واضح على أن هناك تحضيرات بدأت في الواقع على الأرض، وهو على ما يبدو كان مضمون لقاء القيادي العسكري الأمريكي قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط مع صالح مسلم في منطقة عين العرب. طيب وإن بقينا ربما في الشمال السوري محمد حول هذا التوغل العسكري التركي، هل يوجد معطيات تؤكد هذا التوغل، طبيعة ما جرى على هذه النقطة في نسيبين؟ في الواقع المعطيات هي محلية من الناشطين والسكان في تلك المنطقة في شمال القامشلي، هي جبهة أخرى في الواقع يعني مئات الكيلومترات عن عين العرب أن نتحدث هنا في المنطقة الحدودية بين الأراضي السورية والأراضي التركية. التوغل هو لمدرعات وعلى ما يبدو جرافة كبيرة للجيش التركي توغلت مساء أمس أو في ساعات عصر أمس على ما يبدو في تلك المنطقة، وهي قد استهدفت بشكل أساسي مناطق زراعية للسكان المحليين في تلك المنطقة. مع الإشارة دوما رامي لأن هذا الحادث ليس هو الأول من نوعه، دوما ما كانت هناك توغلات للجيش التركي للقوات الخاصة التركية بالتحديد في تلك المنطقة ومناطق أخرى في تلك المنطقة. هذه المرة التوغل هو عبر آليات ومدرعات وآليات استخدمت بتجريف أراضي بحجة وجود مسلحين أو عناصر مسلحة في تلك المنطقة تشتبك مع القوات الخاصة التركية عبر الحدود. شكرا جزيلا لك محمد الخضر مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من العاصمة السورية. أكدت الاستخبارات الأفغانية مقتل زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور بغارة لطائرة أمريكية من دون طيار في منطقة كويتا عند الحدود مع باكستان. مقتل الملا منصور لم يؤكده البنتاغون الذي أشار إلى أنه لا يزال يقيم نتائج الغارة. تأكيد مقتل منصور قد يفجر معركة على خلافته ويعمق الخلافات التي ظهرت في صفوف الحركة مؤخرا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أكد أنه تمت إحاطة رئيسي باكستان وأفغانستان بالغارة الأمريكية التي قتلت زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور، لكن كيري أضاف أن واشنطن ستمتنع عن الإدلاء بتفاصيل عن توقيت الغارة. بالأمس شنت الولايات المتحدة غارة جوية دقيقة استهدفت زعيم طالبان الملا أخطر منصور في منطقة نائية على الحدود بين أفغانستان وباكستان. منصور شكل تهديدا مستمرا ووشيكا على موظفي الولايات المتحدة في أفغانستان والمدنيين الأفغان وقوات الأمن الأفغانية وأعضاء التحالف الدولي في جميع أنحاء البلاد، وهذا العمل يبعث برسالة واضحة للعالم أننا سنواصل الوقوف مع شركائنا الأفغان وهم يتطلعون لبناء أفغانستان أكثر استقرارا واتحادا وأمنا وازدهارا. معنا من كابول مراسل الميادين محمود واثق. محمود، تبدو الاستخبارات الأفغانية متأكدة من تصفية الملا أخطر منصور في حين تتردد باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، على ماذا تعتمد الاستخبارات الأفغانية في تأكيدها هذا ولماذا تتردد الولايات المتحدة وباكستان؟ نعم رامي، بالفعل الرواية الرسمية هنا في كابول وعبر الاستخبارات الأفغانية التي أصدرت بيان وأكدت فيه مقتل زعيم طالبان الملا أخطر منصور في غارة نفذتها طائرة أمريكية بلا طيار في الساعة الخامسة حسب البيان من الحكومة الأفغانية يوم أمس في منطقة قريب مدينة كويتا في باكستان. ويبدو أن الرواية الرسمية للحكومة الأفغانية استقت المعلومات أو تلقت إشارات من القوات الأمريكية الموجودة هنا في أفغانستان والتي نفذت هذه الغارة واستهدفت زعيم
طالبان الذي قتل في هذه الغارة حسب الرواية الرسمية الأفغانية. أما التردد الأمريكي والباكستاني لأن الغارة وقعت على الأراضي الباكستانية وحسب الروايات أو المعلومات الباكستانية بأن هناك سيارة تم استهدافها يوم أمس واحترقت هذه السيارة في منطقة بين مدينة تفتان الواقع في الحدود الأفغانية الباكستانية وبين مدينة كويتا الباكستانية التي تحولت مؤخرا إلى مقر لمجلس شورى كويتا في حركة طالبان. حسب الرواية الباكستانية أن إحدى الجثث أو أحد الركاب الذي كان في هذه السيارة احترقت الجثة بالكامل وبالتالي يتم التحقق من هذه الجثة. وكل المعلومات حسب المصادر الأفغانية تشير إلى أن هذه الجثة هي تعود لزعيم حركة طالبان الملا أختر منصور. نعم، وفي هذه النقطة تحديدا في التأثيرات إن كان على الحركة التي تعاني في داخلها من تصدعات حركة طالبان وحتى على التأثير في مساعي مفاوضات السلام بين الحركة والحكومة الأفغانية. يعني منذ أن تولى أختر منصور قيادة حركة طالبان بعد وفاة زعيمها المؤسس الملا عمر في تموز يوليو من 2015 كانت هناك انشقاقات كبيرة في داخل حركة طالبان، قيادات كبيرة انشقت عن هذه الحركة وأعرضت معارضتها لقيادة أختر منصور ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في جنوب وفي شرق أفغانستان. الملا أختر منصور كان من أشد المعارضين لمساعي الحوار والمفاوضات الجارية بين الحكومة الأفغانية بشكل مباشر أو غير مباشر مع حركة طالبان، وبالتالي الحكومة الأفغانية البيان الذي صدر منها بأن مقتل أختر منصور الذي كان يعارض المفاوضات مع الحكومة الأفغانية سيعطي فرصة جديدة لباقي قيادات حركة طالبان الذين يريدون الانضمام إلى الحكومة أو المشاركة في العمل السياسي، وبالتالي المراقبون هنا يرون أن مقتل الرجل سيؤدي إلى مزيد من التفكك ربما والانشقاق في داخل حركة طالبان أو أنه سيؤدي إلى 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 قناعة في قيادات حركة طالبان بضرورة الحوار مع الحكومة الأفغانية وإنهاء الحرب الجارية منذ أكثر من 15 عاما. شكرا جزيلا لك محمود واثق مراسل الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من كابول. دعا تنظيم داعش إلى تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وأوروبا في شهر رمضان المقبل، وجاءت الدعوة في رسالة صوتية نسبت إلى المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني. وها قد أتاكم رمضان، شهر الغزو والجهاد، شهر الفتوحات، فتهيأوا وتأهبوا، وليحرص كل منكم على أن يمضيه في سبيل الله غازيا طالبا ما عند الله راجيا، لتجعلوه بإذن الله شهر وبال على الكفار في كل مكان. ونخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأمريكا، فيا عباد الله، يا أيها الموحدون، لئن أغلق الطواغيت في وجوهكم باب الهجرة فافتحوا في وجوههم باب الجهاد واجعلوا فعلهم عليهم حسرة، وإن أصغر عمل تقومون به في عقر دارهم أفضل وأحب إلينا من أكبر عمل عندنا وأنجع لنا وأنكى بهم. بدأ حزب العدالة والتنمية التركي مؤتمره الاستثنائي الثاني لانتخاب رئيس جديد للحزب بدلا عن أحمد داود أوغلو. وفق النظام الداخلي للحزب الحاكم فإن من يتولى رئاسة الحزب يتولى رئاسة الحكومة. المتحدث باسم الحزب الحاكم أعلن في وقت سابق أن وزير النقل والاتصالات علي يلدرم هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب. يلدرم دعا إلى دستور جديد للبلاد يقر النظام الرئاسي والتنمية. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التحقيقات بشأن تحطم الطائرة المصرية قد تستغرق وقتا طويلا وأنه لا فرضية مرجحة للآن عن أسباب سقوط الطائرة. كلام السيسي جاء في وقت تواصل فيه القوات المصرية البحث عن الصندوقين الأسودين للطائرة في أعماق البحر غداة العثور على بعض حطام ومتعلقات تعود لركاب الطائرة المنكوبة. حتى الآن كل الفرضيات محتملة، وبالتالي من فضلكم مهم جدا ان احنا ما نتكلمش ونقول في فرضية معينة. احنا بتبذل جهود دلوقتي
في معدات للبحث. اتحركت النهاردة يعني من السر ولا حاجة اللي أنا أقول كده من وزارة البترول عندها غواصة تستطيع أن تصل إلى 3000 متر تحت سطح المية. دي اتحركت النهاردة في اتجاه المنطقة سقوط الطائرة. مستمرون بتقديم الظهيرة فيها أيضا ولكن بعد الفاصل. المجاعة تهدد عشرات الملايين من الأفارقة. أهلا بكم من جديد في الظهيرة من الميادين. تتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان في محافظتي الجنوب والنبطية، فيما تشهد جزين أيضا انتخابات نيابية فرعية. وزارة الداخلية تحدثت عن أن نسب الاقتراع في الجنوب والنبطية قاربت 23%. أما عمليات التصويت في مدينة صيدا فمستمرة وقد سجلت نسبة الاقتراع فيها أكثر من 26%، فيما التنافس على أشده بين ثلاث لوائح. وزير الداخلية نهاد المشنوق زار المدينة واطلع على سير عمليات الاقتراع. الجنوبيون يقترعون على نحو لافت في المرحلة الثالثة من الانتخابات المحلية في لبنان. البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة شهدت ما يشبه الاستفتاء والمبايعة للمقاومة عشية الذكرى 16 للتحرير. ففي بلدة رميش الحدودية توافد الناخبون منذ الصباح إلى مراكز الاقتراع لاختيار مجلسهم المحلي، مع ترك التيار الوطني الحر وغيره الحرية لمناصريهم في اختيار المرشحين وسط ارتياح لافت. ما عادش نخاف من شيء، ما خلص من بعد 2000 توضح ما عادش في خوف من شيء، وال2006 أثبتت أكثر كمان، ما عاد نخاف. بنمارس حقنا بديمقراطية وما بهمنا لا حدنا إسرائيل ولا غير إسرائيل، نحن عنا الدولة ومبسوطين. أما في بعض بلدات قضاء بنت جبيل فتنافست لوائح الوفاء والتنمية المدعومة من حزب الله وحركة أمل مع لوائح يدعمها يساريون ومستقلون. أما في مدينة صور فتنافست لائحة التنمية والوفاء مع لائحة مواطنون ومواطنات المدعومة من وزير السابق شربل نحاس. الأجواء كتير تمام، هلا وصلت على صور، الشباب عم تقدم لوائح، ما في دفش، ما في شيء، حضارية، وهلا منفوت وبنحط الورقة اللي بتناسبنا والجميع موفق إن شاء الله، بس كله تمام. انتخابات الجنوب تميزت بمنافسة سياسية واضحة في صيدا، حيث احتدم السباق البلدي بين لائحة التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الديمقراطي ولائحة تيار المستقبل والجماعة الإسلامية، ولائحة ثالثة مدعومة من الموقوف لدى القضاء اللبناني أحمد الأسير. أما في مدينة جزين فكان التنافس النيابي إضافة إلى التنافس البلدي، حيث يسعى التيار الوطني الحر إلى إيصال مرشحه للبرلمان خلفا لأحد نوابه المتوفين. انتخابات محلية هادئة في الجنوب اللبناني، وأهالي الجنوب لا يلتفتون إلى تلك المواقع الإسرائيلية المطلة على قراهم، ويمارسون حقهم بالديمقراطية وينعمون بالأمان منذ التحرير عام 2000. عباس صباغ من بلدة رميش الحدودية مع فلسطين المحتلة، الميادين. يبقى معنا مراسل ميادين عباس الصباغ منضما إلينا من بنت جبيل في جنوب لبنان، كذلك ينضم إلينا من جنوب لبنان في صيدا مراسل الميادين جمال الغربي. أهلا بكما، وأبدأ معك عباس الصباغ، ما الذي يميز هذا اليوم الانتخابي في بنت جبيل؟ يعني قرى بنت جبيل هناك 36 بلدة، بعض بلدياتها انتخبت بالتزكية، تشهد منافسة لا تحمل طابعا سياسيا بما في الكلمة من معنى أنه تنافس إنمائي بين عائلات ولوائح المدعومة من حزب الله وحركة أمل، لوائح الوفاء والتنمية، وهناك في بعض البلدات منافسة مع القوى اليسارية وبعض المستقلين. في الإجمال الأجواء هنا في بنت جبيل هادئة، العملية الديمقراطية تسير بشكل جيد، لا حوادث تذكر، هناك انتشار للقوى الأمنية، عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي تشرف على تأمين حسن سير هذه الانتخابات. قمنا بجولة في بعض بلدات بنت جبيل، لم نلاحظ أي تغيير عن ما سبقه في بلدات أخرى، بمعنى بأن الناخبين ينتخبون ممثليهم إلى المجالس المحلية في عملية وصفوها بالديمقراطية. طبعا هناك منافسة تحمل أحيانا بعض الطوابع حول الخلاف، حول النظرة الإنمائية في بعض القرى، وأيضا هناك قوى
سياسية تريد أن تثبت بأنها لا تزال تتمتع بحيثيات شعبية وإن كانت تتفاوت بين بلدة وأخرى في هذا القضاء. معي لو سمحتي النائب في كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، هو نائب عن قضاء بنت جبيل. فقط لنسأل سعادة النائب، كيف يعني ما هي الدلالات السياسية لهذه الانتخابات ونحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 16 للتحرير، وكيف تصفون اليوم الانتخابي في بنت جبيل بشكل عام؟ كما كنت تتحدث قبل قليل أستاذ عباس، التنافس هنا تنافس محلي. طبيعة الانتخابات البلدية والاختيارية لها علاقة بالتنمية وبالخدمات الاجتماعية والثقافية والتنموية في القرى والبلدات، لكن لا تخلو من رسالة سياسية ذات دلالة. نحن هنا على مقربة من الحدود مع فلسطين المحتلة، هنا مثلا في بلدة عيناثة أو في مدينة بنت جبيل أو في كل قرية من القرى المتاخمة للحدود، نرى نوع من الاحتفال الذي يسبق احتفال عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار الذي كان يوما لتحرير هذه المنطقة من الاحتلال الإسرائيلي. الرسالة السياسية هي أولا في المشاركة، كما سمعنا في نداء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، المشاركة بمعزل عمن ينتخب المشارك، لكن هي للتدليل على الحيوية، على التفاعل، على التعبير عن الحق الطبيعي للمواطن هنا في الانتخاب، وأيضا من خلال الالتزام باللوائح المشتركة بين حزب الله وحركة أمل. الرسالة السياسية الثانية هي التأكيد على متانة التحالف ووحدة الصف، بخاصة في ظل التحديات الكثيرة التي نواجهها سواء على مستوى التهديد الإسرائيلي الدائم أم على مستوى تهديد الجماعات التكفيرية. اليوم أستطيع أن أقول لك، وربما شاهدت هذا بأم العين، أن انتخابات الجنوب لها طابع ما سمي هنا العرس الديمقراطي، وأن الجميع تحت سقف سياسي واحد، ومن ضمن هوية وطنية واحدة لهذه المنطقة هي هوية المقاومة. سؤال سيد فضل الله باختصار، يعني بعد سقوط الذريعة للتمديد لمجلس النواب أن الظروف الأمنية لا تسمح، هل فعلا نحن على موعد مع انتخابات نيابية مبكرة كما قال الرئيس البرلمان، طالما الظروف باتت مؤاتية لممارسة هذا الحق الديمقراطي وهذا العرس كما وصفت؟ هناك أمران يحولان دون الانتخابات النيابية، الأمر الأمني، وأعتقد أن هذا سبب انتفى والدليل أننا نجري الانتخابات البلدية. الأمر الآخر هو القانون الانتخابي، لا نزال في لبنان نحتاج إلى قانون جديد عصري. نحن دعونا إلى اعتماد النسبية بحيث تمثل جميع الشرائح، حتى على مستوى البلديات لم يكن لدينا أي مانع من اعتماد النسبية ليشعر الجميع بأنهم مشاركون. الآن هناك نقاش حول الانتخابات النيابية، لدينا جلسات في المجلس النيابي بشأن القانون الانتخابي. المهم أن ننجز القانون، وبعد إنجاز القانون لابد أن نذهب إلى انتخابات نيابية. شكرا لك سيد حسن فضل الله نائب في البرلمان اللبناني عن كتلة وفاء للمقاومة. إذن رامي، الأجواء هنا في بنت جبيل كما أسلف ضيفنا الكريم وكما قلنا هي هادئة وديمقراطية. نحن قبل يعني حوالي 3 ساعات ونصف من إقفال صناديق الاقتراع لتبدأ عملية الفرز ولتبين يعني من سيحتفل بالفوز ومن سيكون خاسرا، لكن هنا كما يقولون في الجنوب بأنه غدا يوم آخر، وبالتالي كان تنافس، سيقولون بأنه كان تنافسا حبيا وديمقراطيا، وبالتالي تنتفي أسباب الخصام السياسي الذي استمر ل 24 ساعة. أبقى معنا عباس وننتقل إليك جمال لتضعنا في سير هذا عملية سير هذا اليوم الانتخابي في صيدا. الأمور هادئة حتى الآن، لم تسجل أي إشكالات تذكر في مدينة صيدا عاصمة الجنوب، حيث تشهد حماوة سياسية هذه المعركة، المعركة البلدية، حيث التنافس يعني ما بين التنظيم الشعبي الناصري واللقاء الوطني الذي يدعم لائحة صوت الناس، وفي مقابل لائحة ثانية من الجماعة الإسلامية وتيار المستقبل ورئيس بلدية صيدا الأسبق عبد الرحمن البزري تحت اسم لائحة إنماء صيدا، إضافة إلى لائحة ثالثة، لائحة يدعمها يعني تيار إسلامي مقرب من الشيخ أحمد الأسير الذي هو موجود في السجن الآن. نسبة الاقتراع في مدينة صيدا يعني على عكس الحماوة بلغت حتى الآن 28%، وباقي يعني حوالي 3 ساعات والنصف، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع يعني الاستحقاقات الانتخابية الماضية التي شهدتها مدينة صيدا. للوقوف أكثر يعني حول يعني أجواء الانتخابات في مدينة صيدا، معي الآن المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في
في الجنوب الدكتور بسام حمود. دكتور يعني كيف تصف الأجواء الآن على الرغم يعني هناك يعني تنافس سياسي ولكن يعني نسبة الاقتراء ضئيلة جدا، ما هو تفسيرك لذلك؟ لا أول شيء يعني أنا ما بعتبره تنافس سياسي، هي تنافس انتخابي انمائي بيئي خدماتي بنكهة سياسية مثل الواقع اللبناني، ولكن الآن أصبحت النتيجة جيدة بالمحصلة، كلنا أولاد صيدا عم نتنافس على مصلحة المدينة، واليوم بعد ما تطلع النتائج مساء أو غدا الجميع بيبارك للفائزين وتعود صيدا يعني الاثنين يوم آخر، هذا التنافس داخل البيت الصيداوي الواحد، وما أظن وجود ثلاث لوائح دليل سلبي، بالعكس هو دليل حيوية، كل مواطن صيداوي يجد في نفسه المقدرة على خدمة المدينة فليتفضل، والمجتمع أو الناخب الصيداوي هو الذي يقول من هو الأنسب والأجدر والأقدر على خدمة المدينة. يعني كيف تفسر يعني حتى الآن يعني ضعف الإقبال يعني عند المواطنين الصيدويين 28% حتى الآن باقي ثلاث ساعات، بالمقابل يعني في الاستحقاقات الماضية كانت النسبة ترتفع، ويعني في انتخابات 2010 الانتخابات البلدية وصلت إلى حد 58%. ابتداء دون أدنى شك في حالة عامة بلبنان نتيجة الواقع السياسي ونتيجة الواقع السياسي اللي عم ينعكس على الواقع الأمني والاقتصادي، في حالة من الانكفاء عند المواطن اللبناني بشكل عام، وصيدا حكمة مثل حكم باقي المناطق اللبنانية، ولكن دون أدنى شك النسبة الآن الماكينة الانتخابية اللي عندنا بتقول إنه هي وصلت ل 30% وتخطت حدود 30%، وبتصور من هون لحين إقفال صناديق الاقتراع بتلامس ما فوق 40 وصولا لل 45% والله أعلم، وهذه النسبة تعتبر لمدينة مثل صيدا نسبة مقبولة جدا ومرضية إن شاء الله. يعني كيف ترى الأجواء، أجواء التنافس في مدينة صيدا؟ زي ما شايف الجماعة الإسلامية مع تيار المستقبل مع التنظيم الناصري، كلنا أهل، كل الناس عم تتنافس بشكل إيجابي، وحتى الآن الحمد لله لم يسجل أي إشكال بين المواطنين. برجع بقول لك هو تنافس بين العائلة الصيدوية على مشروع إنمائي ليس له أي أبعاد أخرى، وإن شاء الله يوم الاثنين يوم آخر. شكرا جزيلا لك دكتور راميا. فقط أريد يعني أن أشير إلى حماوة انتخابية تشهدها منطقة جزين، حيث ينتخب أكثر من 58 ألف ناخب لانتخابات بلدية واختيارية وأيضا انتخابات نيابية بعد يعني شهور المقعد النيابي، المقعد الماروني النيابي في منطقة جزين، حيث هناك تنافس شديد بين أربعة أسماء، وهناك أيضا يعني الحماوة انعكست في اتهامات سياسية متبادلة بين يعني المرشحين من خلال يعني الاتهام البعض بتقديم رشاوى مالية وانتخابية. ونسبة الاقتراع هناك يعني مرتفعة حتى الآن، نحن نتحدث بحسب بعض مصادر الماكينات الانتخابية الآن يعني نسبة الاقتراع وصلت إلى 40% في قضاء جزين. رابية. شكرا جزيلا لك جمال الغربي مراسل ميادين، كنت معنا من صيدا في جنوب لبنان، وأيضا كل الشكر لك عباس صباغ كنت معنا أيضا من جنوب لبنان ولكن من بنت جبيل. كشفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن موافقتها على مناقشة قضية الفصل بين العمل الحزبي والدعوي. المتحدث باسم الجماعة طلعت فهمي أكد في بيان بأن جماعة الإخوان تعلن دوما عدم ممانعتها من حيث المبدأ مناقشة أي أفكار أو آراء مقترحة في هذا الموضوع على أن يتم ذلك داخل مؤسساتها المعنية. موقف الإخوان في مصر جاء بعد إعلان حركة النهضة التونسية عن فصل العمل السياسي عن العمل الدعوي والنأي بالدين عن المعارك السياسية. وتتواصل في مدينة الحمامات التونسية أعمال المؤتمر العام العاشر للحركة. سميحة البغانمي. يلتزموا بطبيعة الحال بالوقت. علي العريض رئيس المؤتمر العاشر لحركة النهضة مع مكتب تنفيذي من 16 عضوا، هذا ما خلصت إليه عملية الانتخاب في اليوم الثاني لمؤتمر الحركة. جدول الأعمال تضمن أيضا مناقشة اللوائح العشر التي حددتها الحركة سابقا، إضافة إلى تنقيح القانون الأساسي الذي أصبح يتكون من 136 فصلا بعد أن كان 40 فصلا. اليوم تم استكمال انتخاب مكتب المؤتمر، والآن يجري مناقشة التقرير الأدبي والمالي، ثم ستناقش لوائح المؤتمر، وهذه اللوائح فيها لائحة تقييمية
وفيها لائحة تتعلق بالرؤية الفكرية، ولائحة تتعلق بسبل إدارة المشروع، العلاقة بين الدعوي والسياسي، بين الدمج والفصل والتخصص. الحركة أكدت خيارها بالتحول لحزب سياسي متخلية عن العمل الدعوي كما سبق وأعلن رئيسها راشد الغنوشي، خيار جاء تماشيا مع ما تعيشه المنطقة من تغيرات. نعيش في دولة ديمقراطية، عندنا دستور ديمقراطي، عندنا انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فلذلك اليوم حركة النهضة تغير مسارها وتصبح حزب وطني تونسي يهتم بمشاغل التونسيين. حركة النهضة أنجزت مناقشة العديد من جدول أعمال مؤتمرها، وبقيت أهم القضايا وهي عملية انتخاب رئيس الحركة وأعضاء مجلس الشورى، انتخابات من المتوقع الإعلان عن نتائجها التي سيعتمد فيها لأول مرة التصويت الإلكتروني في ختام هذا المؤتمر. حركة النهضة تخلع ثوب توجهها الإسلامي لتعلن صراحة ارتداء جلباب السياسة، توجه جديد يرى مراقبون أن الحركة أرادت من خلاله إعادة توازنها إلى المشهد السياسي في تونس. سميحة البغامي، مدينة الحمامات التونسية، الميادين. تبقى معنا مراسلة الميادين سميحة البغانمي منضمة إلينا عبر الهاتف أيضا من مدينة الحمامات. سميحة، هو اليوم الثالث لمؤتمر حركة النهضة العاشر، يوم مهم يتوج بانتخاب رئيس للحركة، وبانتظار البيان أبرز ما يحمله هذا اليوم حتى الساعة. نعم، هو اليوم الأخير وهو يوم الاختتام للمؤتمر العاشر لحركة النهضة. هناك تقدم واضح في جدول الأعمال، حيث تم الانتهاء من المصادقة على كل اللوائح التي بدأت مناقشتها يوم أمس، المصادقة على لائحة التقييد ب 87%، وهي لائحة قيمت من خلالها الحركة تجربتها السياسية قبل وبعد الثورة. مناقشة اللائحة السياسية والتي تمثل الخارطة السياسية التي تتبعها الحركة مستقبلا ب 93%، وهو ما يعني أن نسبة كبيرة جدا من حركة أعضاء النهضة من القيادات تؤيد فكرة فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي. أيضا اللجنة التي تم تكوينها يوم أمس تثبت في التقرير المالي والأدبي، قدمت اليوم تقريرها وتم التصويت عليه ب 91%. والحركة بدأت قبل قليل في مناقشة القانون الأساسي الذي كان يتكون من 40 فصلا وأصبح 133 فصلا، وهي المرحلة الأخيرة في جدول الأعمال. ومن ثم وبعد المصادقة على القانون الأساسي سيفتح الباب بالترشح لرئاسة الحركة وأيضا انتخاب ثلثي مجلس الشورى، وتقريبا الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر. وبحسب أكده لنا رئيس مجلس الشورى السيد فتحي العيادي، فإن هناك أكثر من اسم سيترشح لرئاسة الحركة، ولكن بحسب المعلومات الواردة الآن المترشح إضافة إلى الشيخ راشد الغنوشي الرئيس الحربي، أيضا هناك القيادي عبد اللطيف المكي سيترشح لرئاسة الحركة. عموما مهما كان اسم الرئيس رانيا، فإن أغلب قيادات الحركة تتفق على ضرورة فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي، وتماشيا مع ما تعيشه البلاد كذلك المنطقة، وإدراك بضرورة أن تكون الحركة ديمقراطية سياسية، وهو تقريبا ما يحمله شعار الحركة، شعار هذا المؤتمر الذي يتحدث عن نهضة تونس الجديدة. سميحة البغانمي مراسلة الميادين، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة الحمامات في تونس، شكرا جزيلا لك. نشرت صحيفة ساندي تيليغراف البريطانية تقريرا عن القوات الليبية التي تواجه تنظيم داعش من دون الأسلحة، والتي وعدت بها الدول الغربية، في حين ينظر الجيش الليبي لهذه الأسلحة على أنها من حقه كونه شرع في محاربة الإرهاب قبلها. جدلية الحصول على السلاح في ليبيا بعد رفع الحظر الجزئي نتابعها في تقرير للزميلة دلولة حديدة. الحرب على داعش في ليبيا قد تعيد الصراع إلى نقطة الصفر، فالجيش بقيادة الفريق أول خليفة حفتر يعتبر نفسه مسؤولا على تطهير البلاد من الإرهاب، وقوات الجيش المكلفة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غربا تتبنى محاربة داعش وتريد ملاحقته إلى معقله في سرت. قرار المجتمع الدولي رفع الحظر الجزئي على توريد السلاح إلى ليبيا أسمته لحكومة الوفاق في طرابلس دون غيرها، بعدما كان الاعتراف بالجيش الرسمي للبلاد في بنغازي شرقا، أمر سيفتح مواجهات وجبهات موازية للجبهات ضد داعش. القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر أعطى مهلة للمهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة الوفاق للانسحاب من الحكومة والعودة لقيادة محاور القتال للكتيبة 204 دبابات في بنغازي، وإلا سيكون عرضة للمثور أمام الإدعاء العسكري.
البروغثي من جهته متمسك بمنصبه ورافض لأي تنازل عنه. في تصريحات إعلامية قال إن معركة سرت هي الاختبار الحقيقي للمجلس الرئاسي، والحياد عن خيار الوحدة بشأنها سيحرق كل ليبيا بنيران داعش. وقود تلك النيران هي الأسلحة التي ترى كل جهة في ليبيا أنها الأحق بها، ففريق أول خليفة حفتر يرى نفسه الأولى بها كونه يحارب الجماعات المسلحة وداعش في بنغازي ومجاورها، والغرب يرى الأولوية نفسها كونه يتقدم نحو معقل داعش الذي من أجله سيتحرر السلاح نحو ليبيا. صاحبة ساندي تيليغراف البريطانية قالت في تقرير لها إن قوات الغرب الليبي المقدرة بنحو 3000 مقاتل تخوض معاركها ضد داعش من غير سلاح نوعي، وفقدت على خط النار 200 من عناصرها، وتشترط الحصول على صواريخ مضادة للدبابات لقصف شاحنات داعش المفخخة. الشرق ينظر إلى قوات الغرب على أنها ميليشيات تستخدم الشرعية مطية للحصول على السلاح، والغرب ينظر للجيش على أنه بات فاقدا للشرعية وليس أمامه إلا الانضمام إليها. بين الموقفين يضرب داعش بنصف قوة رجال ليبيا وبسلاح أقل من أن يقضي عليه. أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ضرورة تحريك عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فالس وفي مقابلة إذاعية أوضح أنه يدرك أن هذه المفاوضات ستكون طويلة وشاقة. موقف فالس يأتي في مستهل زيارة يقوم بها إلى تل أبيب وفلسطين المحتلة، وترمي إلى أنقاذ فرص المبادرة الفرنسية لتحريك عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. تعقد مساء اليوم جلسة بين أطراف المشاورات اليمنية في الكويت بحضور المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفق ما نقل موفد الميادين إلى الكويت. هذا ونقلت الأمم المتحدة عن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي تأكيده أن وفد حكومته سيعود إلى طاولة المفاوضات مع أنصار الله، وذلك عقب اجتماع بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة وأمير دولة قطر في الدوحة. تشهد المحافظات اليمنية ولا سيما صنعاء وتعز مواجهات عنيفة. من جهة ثانية أصيب وكيل محافظة عدن سلطان الشعيبي في انفجار عبوة ناسفة قرب منزله في مديرية البريقة بمدينة عدن. زينب طفيلي. تتواصل الجهود الدبلوماسية ومساعي مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لردم الهوة بين طرفي النزاع في اليمن بعد نجاحه في إعادة فريق حكومة الرئيس عبد رب منصور هادي إلى طاولة المشاورات أملا في التوصل إلى تفاهمات قريبة تنهي الحرب. يأتي ذلك على وقع المواجهات في محافظة الجوف، حيث اتهم الجيش اليمني قوات هادي بقصف مديرية المطون ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين معظمهم من الأطفال، فيما شنت طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين على المديرية شمال المحافظة. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير مدرعة عسكرية لقوات هادي حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان في مديرية المصلوب شمال محافظة الجوف. العاصمة اليمنية صنعاء كانت بدورها مسرحا لمواجهات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في مديرية نهم شمال شرق العاصمة. جبهة محافظة تعز هي الأكثر سخونة في اليمن، حيث شهدت مديرية حيفان قصفا مدفعيا متبادلا بين الطرفين، فيما تتواصل المواجهات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي للمحافظة. مصدر عسكري يمني أفاد الميادين بأن قوات هادي قصفت مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الشبكة بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات التحالف السعودي في مناطق متفرقة من المحافظة. في حضرموت دارت اشتباكات عنيفة بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي ومسلحين ينتمون للقاعدة في منطقة روكب شرقي مدينة المكلا عاصمة حضرموت جنوب شرقي اليمن، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. كشفت صحيفة أمريكية أن الصين تطور نظام مراقبة تحت الماء يهدف إلى تقويض حركة الأسطول الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي، ويعزز سيطرة الصين في بحر الصين الجنوبي. وبحسب ما ذكرت صحيفة The Epoch Times عن موقعها الإلكتروني، في فقد سمي المشروع باسم سور الصين المائي العظيم. قالت مؤسسة بناء السفن الصينية أن مجموعة من السفن والغواصات وأجهزة الاستشعار ستكون قادرة
على رصد الأهداف فوق الماء وتحته. المجاعة أصبحت تهدد عشرات الملايين من الأفارقة بسبب قلة المحاصيل الزراعية والتقلبات المناخية، وذلك وفق ما أوردت صحيفة الأوبزيرف البريطانية. الصحيفة أشارت إلى وجود 50 مليون أفريقي مهددين بالمجاعة بعدما شحت نسب المحاصيل الزراعية، مؤكدة حاجة 7 ملايين في سوريا، 10 ملايين في أثيوبيا، و14 مليونا في اليمن إلى الغذاء بشكل عاجل. حزمة جديدة للإصلاحات الاقتصادية في اليونان تتطلب فرض ضرائب جديدة على المواطنين. ملك خالد. حزمة جديدة للإصلاحات الاقتصادية يناقشها البرلمان اليوناني. الحزمة التي قدمها تكتل سيرزا اليساري تتضمن رفعا جزئيا للضرائب وتخفف في الوقت نفسه بعض النفقات عن كاهل اليونانيين على أمل توفير نحو بليوني دولار. التكتل الحاكم يدفع باتجاه موافقة المشرعين اليونانيين على الحزمة المقترحة قبل لقاء مسؤولي الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل. خيارنا هو زيادة بعض الضرائب غير المباشرة لنتشارك جميعا في الإصلاح. هناك جهود لاختيار صناعات محددة مع هامش ربح كبير لتمتص الجزء الأكبر من الزيادة، وهناك أيضا تخفيف في فواتير الغاز وإلغاء ضريبة 3% على منتجات محلية. الضرائب المقترحة على القهوة والكحول والتبغ وإقامات الفنادق وألعاب الحظ يراها معارضو سيرزا إرهاقا لليونانيين الذين يعاني اقتصادهم من الركود منذ سنوات. حزب الديمقراطية الجديدة يصوت ضد هذه الخطة لأسباب عدة، أهمها أنها تفرض مزيدا من الضرائب كنتيجة للهوس المستمر وعدم فعالية هذه الحكومة اليسارية. هذه تجربة مؤلمة لكل المواطنين وبالأخص لذوي الدول الأقل وللطبقة الوسطى. عاملون في قطاع السياحة يرفضون خطة الإصلاح الجديدة، ولا سيما أن الضرائب المقترحة تفرض على سلع تتصل مباشرة بعملهم. تكتل سيرزا قرر أن يزيد الضرائب على قهوتنا بعد أن تخلينا عن باقي المتع. بالطريقة التي تسير بها الأمور أعتقد أن المقاهي الباقية ستنتهي إلى الإقفال. سيكون علي مثلا أن أرفع الأسعار لأني لا أستطيع دفع الضرائب الجديدة بأسعار البيع الحالية، وبالتالي قد أخسر زبائن يرون أن أسعار المقهى غالية، وفي النهاية سأضطر للإقفال. اليونان التي تستفيد من مساعدات أوروبية كي لا تخرج من الاتحاد الأوروبي واقعة اليوم بين مطرقة الضرائب المرتفعة وسندان الإفلاس، وضع اقتصادي سياسي اجتماعي معقد ودقيق يأمل اليونانيون أن يتجاوزوه من دون المس باستقرار بلادهم. والآن إلى الفكرة الرياضية في الظهيرة مع الزميل عبد الرحمن عز الدين. مرحبا بك عبد الرحمن. أهلا رامية. يبدو أنه يوم الكؤوس في أوروبا تتويجا لكؤوس كرة القدم. بالفعل كانت حافلة بمباريات الكؤوس، والليلة سيعرف أيضا من سيفوز بكأس إسبانيا بين برشلونة وإشبيلية. وبالانتظار. شكرا لك. تفضل. أهلا بكم مشاهدينا. توج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بفوزه على كريستال بالاس في المباراة النهائية. فريق الشياطين الحمر استعاد توازنه بعد تلقي شباكه هدفا عبر جيسون. عادل الإسباني خوان ماتا الأرقام قبل 9 دقائق على نهاية المباراة، وخطف خيسي لينغارد هدف الفوز في الدقيقة 5 من الوقت الإضافي الثاني بالرغم من طرد كريس مالينغ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول. مدرب اليونايتد لويس فان جال رفض بعد اللقاء الحديث عن إمكانية رحيله، ولا سيما أن وسائل الإعلام تتحدث عن ذلك منذ 6 أشهر. وفي ألمانيا قبض بايرن ميونخ على لقب الكأس بفوزه بركلات الترجيح على بوروسيا دورتموند. اللجوء إلى ضربات الحظ جاء بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. حسمها البايرن بأربع ركلات لثلاث. أضاع له كيميتش ركلة، فيما أضاع بندر وسوكراتس ركلتين لدورتموند. بفوزه بلقب الكأس حقق البايرن الثنائية الثانية في 3 مواسم تحت قيادة المدرب غوارديولا، الذي أجهش بالبكاء بعد اللقاء الأخير له مع البايرن، حيث سينتقل بداية الموسم المقبل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. دائما مع أخبار الكؤوس، حيث أحرز يوفنتوس اللقب في إيطاليا بفوزه على إي سي ميلان. الإسباني ألفارو موراتا سجل هدف اللقاء الوحيد ليقود فريقه إلى الفوز بالثنائية للموسم الثاني على التوالي.
أما ميلان فبات عليه الانتظار موسما إضافيا للعودة إلى الفوز بالألقاب الغائبة عن خزائنه منذ عام 2011. وللمرة الأولى منذ 114 عاما توج هبرنيان بلقب كأس اسكتلندا بفوزه في النهائي على رينجرز. ديفيد غراي سجل هدفا قاتلا للفريق الفائز في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليقود فريقه إلى الفوز بثلاثة أهداف لاثنين. اللقب هو الثالث لهبرنيان في المسابقة بعد عامي 1887 و 1902. في المقابل فشل رينجرز الذي ضمن هذا الموسم عودته إلى الدرجة الأولى في إحراز اللقب للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه والأولى منذ عام 2009. في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تورونتو يحقق أول انتصاراته في نهائي المنطقة الشرقية بمواجهة كليفلاند. ديمار دي روزن سجل 32 نقطة لصاحب الأرض وسنده بسماك بيومبي من تحت السلة بالتقاطه 26 متابعة. فحقق تورونتو الفوز بفارق 15 نقطة. ليبرون جيمس كان كالعادة الأفضل في صفوف كليفلاند فسجل 24 نقطة، لكنه لم ينجح في قيادة فريقه إلى التقدم بثلاثة انتصارات من دون مقابل. تورونتو بات يملك فرصة معادلة النتيجة حيث ستقام المباراة الرابعة على أرضه. دومينيك ثيم يحتفظ بلقب بطولة نيس للتنس بعد فوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفاريف. النمساوي حسم اللقاء بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. ابن 22 عاما أحرز اللقب الثالث هذا الموسم بعد بوينس آيرس وأكابولكو والسادس في مسيرته الاحترافية. أما زفاريف البالغ من العمر 19 عاما فخاض المباراة النهائية الأولى له في دورة المحترفين. ومع التنس نختم أخبار الرياضة ونعود وإياكم إلى راميا. شكرا لك عبد الرحمن. بهذا نصل إلى ختام الظهيرة، نذكركم بعناوينها. الجيش العراقي يطلب إلى أهالي الفلوجة مغادرتها والابتعاد عن مقر داعش تمهيدا لتحريرها من التنظيم. البنتاغون يؤكد زيارة مسؤول عسكري أمريكي كبير لشمال سوريا. وآليات عسكرية تركية تتوغل في إنصيبي. أفغانستان تؤكد مقتل زعيم حركة طالبان الملا أخطر منصور بغارة أمريكية. حزب العدالة والتنمية التركي يعقد مؤتمره الاستثنائي الثاني والمرشح لرئاسته يدعو إلى إقرار النظام الرئاسي. الصين تقيم سورها المائي العظيم في منطقة آسيا والمحيط الهادي بهدف تقويض حركة الأسطول الأمريكي. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقعنا بالإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. من يرغب بالمزيد على شاشة الميادين، المزيد على رأس الساعة. إلى اللقاء.